له ربيع ما عجبه الموضوع والطريقة يلي جرب فيها حسين يسترجع حقه، فاستلمت جنين المفاوضات وزفان تابع يستفهم من ضيفنا عن كلام ربيع. شو عمل لك هو؟ ما عمل لي شيء، ما عمل لي شيء، بس هو الأسلوب دايما بيستعمله. أكيد ما عمل لي شيء يعني، بالعكس أنا اللي عملت، أنا أخذت العدي تبعي ونسيتها بالمطار وراحت، يعني ما قدرت جبته، وحتى شنطة تيابي دلت بالمطار كمان، ما عرفت وين بدي جيبها روح. إذن ضيفنا عم ينفي كلام ربيع، وبالمقابل ربيع ما عم يتراجع عن كلامه، وهون دور وسيطتنا يلي عم بتحاول تنسق بين الاثنين لتوصل لحل. هالموضوع أنا خلص انتهى عندي. الحال في ورقة بيثبت له بده مصاري مني، بيروح يتشكى علي في يوم بيخدهم بيحصلوا. ليش بده يتشكى؟ ليش ما خلص؟ لا خلص، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، هلا ما معي مصاري. فريق على الأكيد ووسطتنا جنين عم يعملوا كل جهدهم طيوصلوا لحل، بس هل ربيع رح يسكر كل بواب بوجنا؟ وطالت النطرة بالستوديو متأملين تقدر جنين تروق الأجواء وتوصل معه لحل. انت وجهك تضحوك هيدا، يعني انا ماني مستفيده من شيء. انا لك انت عامل له ورقه و... لك شو نحن؟ لا نحن مستفيدين ولا حدا مستفيد غيرك انت وياه. هيدا الموضوع بينحل نحن بالوساطه، طبعا نحن بس مجرد وسيط. اوكي عم بيشوف شو ممكن الحال. انت منك قادر تدفع هالمبلغ، وبعرف في كتير عالم يعني منا متوفره معه، بس انت عم تشتغل وبنته بده يعمل لها عمليه، فخلينا انت قد ما توفر هلا معك مرق لهم ياهم دفعه، والدفعه الثانيه ترجع تمرق له اياها وانتهت الموضوع. ما في مرق له ياهم على دفعتين، انا يمكن بشهر كله. انا شغلي انا عندي شغل، صحيح عندي شغل. بنرجع لعن جنين مره جديده. ريجي اذا سمحتوا دوبلكس جنين ملاح. جنين زبان. نعم. نحن يعني حكينا وتواصلنا مع ربيع. ربيع عنده كل النية الحسنة لأنه يدفع لحسين. اتفقنا نحن وياه أنه كل آخر شهر يعطي قسم من المبلغ اللي له عليه، وهيك بكون خلصت القصة. أنا هذا الحل قلت له إياه من أول مرة، هو ما قبل فيه أو ما التزم فيه. طيب خلص هلا شكله قبلان. جانين فينا نحكي ربيع؟ ما يقول المبلغ، يقول أنا متعهد أنه قصت له المبلغ خلص. ألو ربيع كيفك هلا؟ ماشي الحال. رأيت؟ عطوه ضيئ أنا. طيب ربيع ليك يعني حسين عم يتجاوب مع المبادرة تبعك، هو موافق لأنه هو بحاجة وانت بدك تخلص من هذا الموضوع، انت ما بدك تاكلون عليه، وهيدي طريقه التقسيط بعتقد احسن حل، بس بدي التزام. ليك استاذنا، هو بيعرف حسين اني انا لو ما عندي نيه سليمه ما كنت اعمل له ورق بالمبلغ الكبير. نعم. فهي من هون المنطلق خلص لازم يعرف انه انا عندي نيه ادفعله المبلغ، بس انا مرات مشاكل، يعني مرات كذا مشكلة عندي وما قدرت أتصاله، وأنا بعدني عم بحكيها للمدير هوني إنه شغلي منه شغل لأني موظف، لإلا كانت يعني لوقتها شغلي حر، يعني يمكن نهار بشتغل 10 ما بشتغل، شهر بشتغل بس ما بشتغل. هاي مشكلتي، لو وصلت لهون ما قدرت أعطيه، فما إنه هو موضوع إني أنا ما بدي أعطيه. انتبه. وبما إنه هالمبلغ فعلا قليل، حب زفان يقوم بمبادرة شخصية لمساعدة حسين. بهالطريقة بسرع انتهاء هالقضية. طيب إذا أنا عطيتك ورشة، عطيتك شغل، 50% من ربحك بيكون القسط الأول اللي بتدفعه لحسين، وبترجع بتقسط مثل ما عم بتقول. ما عندي مشكلة. وهيك بتكون انحلت قضيتنا بتجاوب الطرفين على الحل الحبي اللي اقترحناه. يعني إذا حدثك عطارد شغل يعني كتر خيرك، يعني وفي الغير شكرا. رح نمشي هلا بالتعهد اللي عملتوه بانه عم تدفع له انت كل شهر المبلغ اللي اتفقنا عليه، وبالورشه 50% منها بتكون الدفعه الاولى. ما عندي مشكله. شكرا لك ربيع. ايه. شكرا لك حسين. بعد
بعد 7 سنوات من العمل بشركة طردهم صاحب العمل من دون تعويض أو إنذار بسبب مطالبتهم بالضمان الاجتماعي. برحب باستديو على أكيد بربيع الطعيمة، فريدة العلي وسماهر العلي. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. أنت فريدة؟ ربيع. وسماهر؟ فريدة. وفريدة، مساء الخير، كيفكن؟ قد ايه صارلكن تركتوا الشغل؟ تقريبا حيصير لنا سنتين. وانتو كم صبية بالذات الحالة؟ 8. شو صار بالضبط؟ هيك طلبتوا بالضمان؟ على طول بيقول انا شركتي ما بتتحمل. قلنالو طيب، ما انا احنا معنا الجنسيات اللبنانية وبحق لنا بنضمن، انه ليش ما بتضمننا؟ انه عم بتجيب اجانب بتضمنهم، يعني احنا ترى ما لنا حق. بيقول لا انتم ما قلكم، لانه انا شركتي ما بتتحمل، هو انا مش مضمون. نعم. اصلا صاحب الشركه انه ما بينضمن، هذا خطا شائع، صاحب الشركه ما بينضمن. وانتم شو شغلكم؟ بالتوضيب، مسؤولين يعني عن شغل. كيف كان دوامكم؟ من 9 للـ5. يعني دوام كامل؟ ايه، هذا دوام رسمي، وكنا اكثر الاوقات نعمل اوفر تايم، يعني من بعد 5 نضل 6 امرا 7 حسب. وانتوا لما بلشتوا شغل من 7 سنين بلشتوا كانه مقاومين او بلشتوا كانه وعدتكم بالضمان؟ لا عادي الشغل. يعني امتى بتقبضوا؟ اخر الشهر؟ ما كان يقبل يقبضنا اخر الشهر. كيف كنتوا تقبضوا؟ جمعية. 15 يوم. كل 15 يوم كنا نعمل احنا على طول، بدنا كل اخر الشهر، يعني بدنا نقبض شهريه، بيقول لا ما اذا قبضتكم شهريه بدها تصير، يعني فتنا هيك انه بتصير رسميه وعلى طريق البنك بدكم تقبضوا. انتوا جيتوا معكم زميلاتكم قاعدين وراكم كمان، تحيه لكم وشكرا لكم جيتوا. هالملف تبعته استمع تريستي ومنشوف التفاصيل بهالتقرير. شو بيجمع بين ربيعة، سماهر، نسرين، ابتهال، ياسمين، فريدة، عبير وسحر؟ اللي بيجمع بين هالثمان بنات بيتعدى الشبه أو رابط القرابة كونن عيلة وحدة. اللي بيجمعهم باب واحد وقفوا قدامه كلن سوا لما انطردوا من شغلن دون سابق إنذار وبطبيعة الحال بلا أي تعويض. هالبنات أحلامهم كانت متواضعة وعايشين كل يوم بيومهم. ما في حدا مسؤول عن معاشتنا لنتكل عليه لنحلم، بدنا نعمل، بدنا نروح، بدنا نجي، ما في. يعني نحن مثل أنا الكبيرة عند أهلي، يعني مضطرة دايما ضلني عم بشتغل لحتى ضلني أقدم لهم المعونة لأهلي. 7 سنين خدمة بالشركة عالمية لتوضيب الخضرة وتصديرها انتهت بين ليلة وضحاها، والسبب طلبنا بالضمان من 2005 ل 2012، آخر شهر 12 كان عطول بيقدفنا بيأجلنا أوقات، كان يخبونا ورا كرتون بس يجي الطموع. إنه تخيلي هالمشهد مثلا، إنه أنت عم تخبي بشر عن شو؟ عن حقهم. رب العمل جاب عمال جديد أجانب وخلى الصبايا يعلمون على الشغل، بس ما كانوا عارفين إنه اللي كانوا عم بيعلمون حياخدوا محلهم بنهار كتير قريب. فللنا عن طريق زكا، مش هيك عارف حاله نحن شو طالبين منه كرمال هيك فللنا. والله العظيم كنا بحاجة للليرة ومش متعلمين نتوظف غير شركة. بس إذا واحد ما بيعرف شي شو بدي يعمل؟ إنه آخر شيء خلص، يعني ولا شيء، كله راح. عم قلنا له طيب عوض علينا شيء، معقول 7 سنين طلعنا هيك ولا شيء؟ قام شو عمل؟ قال إذا بدي عوض عليكم أم بدي عوض عليهم كل وحدة شهر بس. طيب هيدا الشهر مقابل 7 سنين شو بيعمل لنا؟ لهيك قرروا الصبايا يرفعوا دعوة، بس المفاجأة كانت برد رب العمل على الدعوة. نكرنا خالص إنه إحنا ما جايين لعنده، جايين لعنده كم ساعة بيمروا بالشهر، كم ساعة بنجي لعنده إلا اضطر. احنا كنا كم ساعة نجي على البيت. 7 سنين وين راحوا؟ وتما تكون هال7 سنين اللي فانوا فيها الصبايا عمرهم مثل هالأرض البور من دون أي مردود، صار لازم نتوجه على الشركة للمواجهة. فاتت نسرين على مكتب صاحب الشركة وهون بلش السجال. احنا كنا نشتغل على الطاولة. ما فيني جاوبك. كنا اشتغلنا مش يوم ولا يومين. كنت بشتغلوا عمال من يومين، ما كنت مش عامل دائم، كان مسجل الضمان عندي هون، بيعرفوا اني هالشيء شو. هلا هن 7 سنين بيشتغلوا يومي؟ ايه، في هون بالبلد قوانين طلع على هذا الموضوع. كانت بس عشان شغلك، مشكلتنا كلها عشان شغلك، وشحطنا كمان شغلك. مشكلتي انه هون ممنوع واحد انه هو يتفلسف. كذا وانا طلبنا الضمان.
بيشتغل حسب نظام الشغل. فإذا عند صاحب العمل ممنوع حدا يتفلسف، حتى لو كان هيدا التفلسف بيعني بس مطالبتهم بحقهم. أما عنا كلمة الصبايا الأخيرة مسموعة. متأملين إنه بده يجاوب معكم؟ نقول إن شاء الله. إحنا ما كنا حابين نوصل لهيك مواصين يعني إحنا وياه. هلا انتم اكثر شيء مستغربين منه مثل ما عم شوف انه في غير موظفين دخلهم بالضمان وخاصه الموظفين الاجانب. كنا دائما نقول له انه طب ليش انه ما بتضمننا؟ شو السبب؟ بيقولوا انتم شو فاكرين الضمان؟ انه فاكرين الضمان مثلا انه بيفيدكم او شيء، الضمان بس لحالتين تستفيدوا منهم، الا اذا لا سمح الله واحد منكم عمل حادث اثر فيها للموت، ايه انه بيستقبلوا، او اذا حدا صار في شيء مرض خطير خطير بس هو الضمان شنو اثنين. نعم استاذ وسيم، بدنا نغتنمها مناسبه ونسالك لشو الضمان؟ اكيد الضمان مش بس لشغلتين ومش بس الضمان هو بيتقسم لكذا باب. هو ضمان 100% بس لكذا باب. عندك اول شيء ضمان مثلا المرض، عندك التعويضات العائليه اللي كمان الضمان بيعطيك اياها، عندك المنح المدرسيه والتعويضات المدرسيه، يعني في كذا باب للضمان، واحد منهم هو ضمان المرض. حق كل موظف لبناني بانه يكون طبعًا. مسجل أكيد. مش بالضمان. حق الزام الزام نعم الزام كل موظف. وعلى الرغم من كل الحكي اللي ممكن ينحكى على الضمان بس بعده من المؤسسات الوحيده اللي يعني تسد ثغره كثير كبيره بالمجتمع اللبناني، وتحيه كثير كبيره للضمان وكل الموظفين بالضمان. الضمان هو حقكم وهو الزام على رب العمل وهو واجب رب العمل بانه يسجلكم. كنت تجي شركة الضمان لعنا كنا نسأله نقول له طب ما احنا بنسمع انه عم تيجي شركة الضمان مثلا سنويا ما بعرف امتى بتيجي تكشف هيك امور، بس قبل ما كان توصل كانوا بيجوا بيجي توصل اخبارية لعنا لتحت انه نتخبى انه مشان اذا نزلت عملت كشف شركة الضمان انه احنا ما بنكون بالصورة. هالشي بيدل على تزوير وهروب من القانون وعلى عدم اعطاء الموظفين حقوقهم بالعمل. وبعد اكثر من هيك ما بيسمونا باسامينا كمان، كانوا بيسمونا باسم الخضرة. بعد الفاصل وصلتنا سنة بالمواجهة. أنا سنة عتريسي من تلفزيون المستقبل. الله معك. ضيوفنا اشتغلوا 7 سنين وصرفوا من العمل بلا أي تعويض، وعم نسمع منهم كلام بيصدم. يعني لما يروح يجيبوا القبض من البنا بيسمونا طلعت اسم خضره انه بتعرف اللي عم بيجيب الخضره مش نحن. شو مثلاً؟ ما بعرف وكوسه باذنجاني على الله. كيف بتعرفنا هذا الشيء؟ انت بندوره يمكن. مع انه هو كان يقول انتم كثير بلشنا عنده يقول مثلا صغار انتم مبلشين بالشغل وهيك شيء، نقول له الظروف انه ما في شيء يخليك تجبرك تشتغل صغير الا اذا كانت ظروفك صعبه. هيدي كمان مخالفه للقانون، يعني القانون اللبناني بيمنع انك تشغل قاصر. فإذن المخالفات صاروا كتار، بس على كل حال خلينا مركزين على موضوعنا الأساسي. هلا أنا بعتقد كل الخلاف مع رب العمل هو هل هن عمال ثابتين أو مياومين. مياومين هون في شغلة اللي هي أبدا منا مزبوطة، قصة إنه عمال مياومين. ما في شيء اسمه عامل مياوم 7 سنين ورا بعضهم. العامل المياوم يعني عقد محدد المدة، عقد محدد المدة إذا طلع فوق السنة صار بيتحول أوتوماتيكيا لعقد غير محدد المدة. فبهيدي الحالة هن عندهم كل الحقوق يلي بياخدها الشخص أو الأجير يلي هو عنده عقد غير محدد المدة من صرف تعسفي ومن تعويض نهاية خدمة. منفهم من أستاذ وسيم إنه حقوقهم محفوظة قانونية لما أنه اشتغلوا بالشركة لأكثر من سنة، ومن بعد ما صار عنا فكرة واضحة عن القضية صار وقت. بعد يعني كل هالفترة اللي توقفتوا فيها عن الشغل صار لكم تقريبا شي سنتين، شو ناطرين من برنامج على أكيد؟ لا احنا حاطين الأمل برب العالمين وفيكم أكيد. هلا هو نكرنا بالنسبة للمحكمة أكيد بالقضاء وفيكم، احنا نعترف في دولة في قانون مشان هيك التجهنا له. هلا انتم في مسار قانوني بيناتكم؟ ايه أول شيء لما قدمنا في شكوى نكرنا قال ما بيعرفنا لا من بعيد ولا من قريب. في كان اثبات معنا انه في صور كنا متصورين معه، يعني ما في بينكر شيء هيك. هلا انتم قمتوا دعوه المطالبه بالضمان بالتعويض حقوقنا
التعويض والصرف التعسفي، انتم دعوة الصرف التعسفي. واحنا حاولنا نحلها سلميا، يعني بعد ما وقفنا حاولنا انه نبعث حدا من قبلنا، انه احنا كنا بحاجه للشغل، انه ما عندنا شيء وظيفه ثانيه وشيء ما كان يقدر. المؤسف بالخبريه انه ضيوفنا ما طلبوا شيء زياده عن حقوقهم كموظفين، ولكن الرد كان بطردهم طرد تعسفي وبلا تعويض. بس نحن هون لمساعده ضيوفنا بالطرق الممكنه. الوسيطه سنة عتريس اللي تابعت هالملف موجوده هلا بخلدي لمقابله صاحب الشركه ريجي، اذا سمحتوا دوبلكس سنة عتريس. ايه سنة، انا قدرت اعرف من مصادر موثوقه داخل الشركه انه ببعض الاحيان عم يعتمد انه يضمن بعض العمال اللبنانيه بس يغطي على حاله، وبس في علامة استفهام كبيرة حول العمال اللبنانيين اللي عم يضمنهم، لأنه كل هالعمال ما عم بيضاينوا إلا سنة أو سنتين دغري عم بيخللهم بنفس الطريقة. وأنا عرفت أنه في حوالي 40 اسم خللوا بهالطريقة وكانوا عم بيفكروا يرفعوا دعوة قضائية مشتركة لأنه بتساعدهم أكثر. أما هلأ وصلت على الموقع وسيارته موجودة هون وهو بالداخل. اوكي فانا حانزل هلا شوف حتصير معنا سنة. خالد بلشنا حضرتك مين؟ انا سمعت بيسي انت مين شو زي بدي قابل الاستاذ خالد بلا موجود سيارته فوق. حضرتك مين باي صفة عم تحكي؟ هي بخصوص شو؟ بدي احكي بموضوع خاص بس بصفتك مين عم تطردني؟ بس قلي عرفني عرفني عن حالك. انا سمعت ريسي من تلفزيون المستقبل. الله معك. حضرتك مين؟ قل لي الله معك. خلي خالد قل لي الله معك. خالد منو هون؟ بلا هون سيارته فوق. منو هون؟ طب حضرتك مين؟ خليني اعرف انه هاي تقولي مين؟ الله معك. خليني اعرف انه الله معك ما حيحكي اكثر من هيك. الله معك يلا. يمكن خالد اذا بيعرف كيف عم بتعاملني ما بيرضى لانه انا بعرف انه هو شخص كثير محترم. قولي يا زفان قولي يا زفان الله معك اذا بتريدي وما مش هون انا عم احكي كيف بدها تطرفي. طب ما قلت لي ما عرفنا. انا روي تعرف انا ما بطلوا لي. خليني احكي. بدي فت اول شيء على محل ما لك حق ترد علي هونيك البيت تطلبي اذن فوتي انا وزن. طيب ماما عم بطلب اذن وانطرت برا كانه البيت بيتي. وقلت لي لا وقلت لي لا وانطرت برا. طب في خالد يحكي لي؟ مش ناقص. طيب اوكي انا حانطره بروح لعنده على البيت. تفضلي. طيب بس ما تعرفنا بالاسم الكريم. طيب ليكي استنى خليني اجرب احكي. طيب بتحكي مع زبان؟ ما بده يحكي مع حدا. هذا خير. قال له بدي احكي مع استاذ بسام. هيدا اسمه بسام. هو خير. بسام؟ طب استاذ بسام موجود؟ لا مش موجود، تفضلي برا. مش موجود، ما في حدا موجود وعم ننشحط نحن. نحن فينا نقول انه عم ننشحط من بدل ما نستقبل بطريقه هيدا انشحتنا. هيدي الشركه العالميه هيك بيتعاملوا شكلهم. مش من مصلحتكم بس تعملوا هالشيء. انشحطت. نحن ببرنامج على الأكيد منحرص دايماً على سماع رأي الطرف الآخر وإعطائه حق الرد، بس يبدو أنه خالد ما بده يحكي. خطه مسكر، سكر خطه، شكله أخذ الاحتياطات. دغري سكر خطه. طيب خلينا نطلب الشركة من هون بركي بيمشي الحال. خطه مسكر. ريجي سمحتوا اتصال مع الشركة. ألو مرحبا. أهلا سيد خالد. صح. زافين معك من برنامج على أكيد تلفزيون المستقبل. إيه أهلا زافين. كيفك استاذ؟ ماشي الحال. نعم استاذ أنا عم سجل هيدا الاتصال وبدي أحكيك بخصوص 8 موظفات كانوا عندك بالشركة
وهن اليوم اجوا لعندي عندهم شكوى بانه في يعني موضوع عالق بيناتكم، وطلبوا مني التدخل للمساعدة اذا بدك بنوع من الوساطة. بقى حضرتك يعني بحب اعرف اذا يعني بتقبل وساطتي بهالموضوع او لا. هو الموضوع انت يمكن منك عرفت الشعوبات، وهذا الموضوع بالحقيقة بالقضاء. نعم. خلي القضاء ياخد مجرى يعني. 100%. انت يعني ما عندك رغبة بانه نجرب نحله يعني هيك بطريقة اسرع على انت تخلص من هذا الموضوع وهن يعني انا ما عندي شيء غلط عامله لحتى اخلص، في قضاء هن رفعوا علينا دعوة. نعم. ونحن يعني مشينا بالطريقة القانونية السليمة. نعم. هو موضوع له علاقة يعني بالضمان، انه انت مش مسجلهم بالضمان لانه بتعتبرهم موظفين مياومين. ما فيني سجل. نعم. ما فيني اعطيك اي تعليق على تفاصيل، عرفت كيف؟ نعم. بهذا. نعم. الموضوع. نعم. بس بدي اقول لك كيف يعني بما انك انت تطرقت لهالموضوع. نعم. انه نحن عندنا تفتيش كامل من الضمان، وعندنا براءة ذمة شاملة من الضمان، يعني مجرد يعني بس هيك نوت يعني. بخصوص هالموضوع ضيوفنا كانوا خبرونا، بس قبل ما كان توصل كانوا بيجوا توصل اخباري لعنا لتحت انه نتخبى، انه مشان اذا نزلت عملت كشف شركة الضمان انه احنا ما بنكون بالصورة. هلا بالنسبة للموضوع، الموضوع هو صار انه شركتنا تم رفع دعوة عليها من قبل اشخاص معينين. نعم. نحن بشركة عندها محامي وبتعرف بالقانون مظبوط، دفعنا عن نفسنا تجاه هالموضوع. نعم. وفي كم جلسة صاروا مرئين الأشخاص اللي عندك ما حضروا الجلسة أصلا، تخلفوا عن حضور الجلسة. نعم. وبعدين بيصدر حكم قريبا، وإذا طلع الحق علينا خلينا احنا مستعدين نمشي يعني شو بيتوجب علينا وحبة مسك. طلع انه نحن صح، ما بدنا شيء خي. اوكي، بس احنا يعني بنكون دفع وضحنا الموضوع وانتهت القصه. نعم. ما بدي اكثر من هيك. سيد خالد، معك مروان سنو. اهلا. نحن مزبوط اللي عم بتقوله انت انه في قضاء وفي محاكم، بس جزء من القضاء ومن المحاكم خاصه بدعاوى العمل يطرح الصلح على طول قبل اللجوء للقضاء، يعني الصلح والتصالح بهذا الموضوع ما بيضر بالموضوع. انت بتعرف انه هول الدعاوى بياخذوا وقت، ولما بتاخذ وقت اثنين الفراخين بيتعذبوا، والعدالة المتاخره قد تكون شبيهه بالعدالة المنقوصه يعني. واضح انه ماتر سنو قدر يخلي استاذ خالد ينتبه ويستمع منيح لحديثه، فاستفاد ماتر سنو من هالموضوع وقدم لخالد اقتراح لحل هالقضيه. خلينا نقرب وجهات النظر لنكشف الواقع القانوني شو هو، قد يكون لصالحك او لصالحهم. نحن هذا بينعمل اذا بدك بحضور المحامي، هو بيعرف بالقانون وممكن يكون موجود محامي تبعنا وحضرتكم موجودين نعم فينا نعمل هيدي الجلسه عندك بالشركه، فينا نتفق على ارجع احكي معك شوف هيدي كيف. خالد، نحن ضمن الاطار اللي عم نطرحه. اوكي، ما في مشكل، خلي يكون تقريب وجهات النظر، نحن نكون عم نسرع هالعمل هيدا بحضور محاميك، محامي الشركة ومحامي. بدنا نستشير المحامي وبدنا 100% مجريات القضاء 100%. وهيدا بنرجع بنحكي فيه بعدين. فينا نتفق على موعد مبدئي بكره على الساعه 10 مثلا بنحكيك، وانت بتكون إذا فكرت بترجع. اذا فينا نرجع نحكي بعدين. نعم. بنتفق على موعد اذا بدك ونشوف شو طبيعه النقاش رح تكون. كثير منيح، وما عندنا مشكله يعني. وحضرتك كمان بتكون استشرت المحامي تبعك وكمان عرفت يعني شو رأيه شو كمان بنشوف اذا هيدا الشيء بالنهايه يعني لصالح الشركه وبيحفظ حقوقها القانونيه والى اخره. نعم، شكرا لك. اهلا وسهلا. رح نتصل فيه بكره الصبح ويعني نعمل خطه بمساعده سنة ونجمعكم المحامي يعني محاميكم وانتم مع صاحب الشركه والمحامي تبعه، وبنشوف اذا فينا نوصل ل يعني لمكان مشترك بين بعض، ونحن رح نضلنا عم نتابع الملف معكم. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. وعلى هالاساس تابعت وسطتنا عملها واتصلت بخالد لتحديد موعد للقاء فيه، ولكن للاسف خالد ما التزم بكلامه وفضل يترك القضيه للمحاكم. ضيوفنا ما عندهم مشكله لانه هن ونحن اكيدين انه القانون منصف وراح يعطي المظلوم
حقه. وقت البرنامج انتهى، بس المهمة مستمرة. فريق على أكيد باقي على السمع معكم بانتظار اتصالكم فينا على الرقم 71-588-744. هيدا هو رقمنا الجديد 71-588-744. فيكم كمان تتواصلوا معنا عبر zavenonline.com وعناويننا على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. هالحلقة فيكم ترجعوا تحضروها طبعا على اليوتيوب. أساتذة كلودين الراسي، مروان سمي، ووسيم عباد، شكرا لكم. نرجع نلتقى فيكم مشاهدينا الأسبوع المقبل. إلى اللقاء، وتصبحوا على ألف خير.